بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم، معكم فارس حجازي، واليوم راح نتكلم عن تحدي ابشر او ابشر ثان او هاكاثان ابشر. الحمد لله حققنا المركز الثاني، وفارس حجازي وشيماء الغامدي، وراح اتكلم عن الحل والمشكله وكيف استخدمت شات جي بي تي عشان نحل المشكله. طيب، اسم المشروع الفرز والتحليل الذكي لبلاغات كلنا امن، من اعضاء الفريق. المشكله اللي قاعدين نحلها هي بلاغات كلنا امن، او العدد الهائل لبلاغات كلنا امن. عندنا الاف البلاغات بشكل يومي. للي مو عارف تطبيق كلنا امن، تطبيق ممكن ترفع فيديو، صوت، صوره، نص عن اي حاله طارئه، مثلا حريق، حادث، مضاربه، اي شيء. فمن المشاكل اللي موجوده او الصعوبات ان بعض المستخدمين ما راح يعرفوا ايش الجهات المختصه. فمثلا هذا هو التطبيق في المرور او الدوريات او امن الطرق، بعض الناس مو عارفين ايش الفرق، متى يكلم المرور، متى الشرطه، متى الدوريات. فاحنا قاعدين نحاول نحل هذه المشكله، نحاول نخلي المستخدم بس يرفع الصوره او يرفع الفيديو او يرفع الصوت او النص، وتلقائيا خلاص تتحدد الحاله، بالإضافة إلى البلاغات الوهمية اللي هي السبام أو والمتكررة اللي هي الدوبليكيشن. طيب، الآلية الحالية اللي هي المستخدم يرفع طلب وبعدين في مراجع الطلب، ففي شخص في المكتب قاعد لازم يتفرج الفيديو كامل أو يسمع الفويس نوت كامل ويحولها للجهات المختصة. طبعا في أكثر من جهة، احنا حابين نحط النظام حقنا عشان ما يصير حالات ذروة أو تكدس. فالحل نحلل الصوت والاوديو والفيديو والتكست، وبعدين نصنفها ايش اللي هي الجهات المسؤولة. وهذا النظام او هذا الدايجرام اللي راح نتبعه، وفي ديمو. فهذا البرنامج اللي ركبته، وفي الخلف في الباك اند هذا اللي قاعد يصير. خلينا نشغله في البداية. هذه الاوتبوت وهذه الانبوت، فيا اما تكست او صورة، فيديو، اوديو، صوت. هذه بعض الأمثلة اللي موجودة، فأنا راح أرفع من الأمثلة الموجودة. فهنا سيارة، صورة سيارة مع دم، وقاعد يقول إنه نوع الحادث، نوع الحالة حادث خطر. فعندنا أكثر من نوع من عندنا 11 حالة، سواء كان حادث خطر، حادث بسيط، حريقة إلى آخره. وراح يشوف إنه الجهات المسؤولة هي الإسعاف والنجم. إذا كان حادث بسيط مو حادث خطر راح يقول بس نجم. وكمان في شرح انه حادث سيارة حرج مع دماء على مقبض الباب، فهو راح يحللها ويجاوب. طيب، خلنا نرجع للمنهجية. هنا المستخدم، وهنا راح يرفع يا اما صوت وفيديو ايمج او تكست. فالبلوكس اللي لونها اخضر هي الاي اي كومبوننتس اللي قاعد استخدمها، قاعد احول كل المعلومات الى نص او تكست. فالاوديو والفيديو، الفيديو راح اقسمه الى صور، راح اخذ بعض الفريمز، ما راح اخذ الفريمز كامله، اخذ بعض الفريمز وبعدين احطها بمكان ويصير عندي صور، ويصير برضو اخذ الصوت واحطه. وراح استخدم ويسبر سبيتش تو تكست. فاذا انا تكلمت وفي كلام في فويس نوت، يحول الصوت الى تكست، الى نص. فالان عندنا نص، والفيديو والايمج راح نحولها الى نص يوزنج ايمج كابشننج. الايمج كابشننج مودلز هي اي اي مودلز تعطيها صوره تشرح لك ايش الصوره. فمثلا تاخذ صوره مكتب، تقول هذا مكتب وعليه كاسة شاي وعليه، يعني حسب ايش الاشياء الموجودة في الصورة تشرحها. في الاخير راح يصير عندنا تكست بس معلومات كثيرة، وهذه المعلومات راح نستخدمها وندخلها جوا تشات جي بي تي. طب ليش نستخدم تشات جي بي تي؟ في الحقيقة ما في احتياج ضروري، بس عشان بدون ما اسوي تريننج، بدون ما اسوي موديل جديدة على طول. وهذه الرولز اللي هي ايش الحالات اللي عندنا اياها. تمام، فخليني اوريكم الروز. فهذه الحالات اللي عندي اياها: حريقه مع كهرباء، تحرش المخدرات، حادث بسيط، حادث خطر،
وكل واحدة إيش الجهات المسؤولة. فمثلاً هذه هنا النجم، وهنا نجم والإسعاف إذا كان خطر أو حادث بسيط، حريقة، مبنى مقفل إلى آخره. هذه الحالات اللي عندنا إياها، وأنا راح أدخلها على تشات جي بي تي وأقول له بناءً على المعلومات اللي دخلت، مثلاً ويسبر راح يدخل إذا المستخدم قال والله عندنا حريقة في الشارع الفلاني كذا كذا كذا، فالأوتبوت هنا راح يدخل صوت، والأوتبوت راح يكون تكست، فخلص ممكن نقرأ على طول مو لازم نسمع. وراح ندخل على تشات جي بي تي وعندنا الرولز اللي هي الحالات التصنيف، وبعدين في الأخير راح يكون عندنا التصنيف وحسب إيش الجهات المسؤولة راح نحدد إيش الجهات المسؤولة. ايوه، فمثلا لو اخترنا واحده ثانيه فيديو مثلا، هنا في حريق في البدايه، ما في حريق بس في الاخير راح الجيب والله انه كف، ف وراح يقول انه الجهه نوع الحاله حريقه، والجهات الدفاع المدني والاسعاف، الشرح حريق في سياره بموقف سيارات يتطلب تدخل رجال الاطفاء. المهم فقاعد يشرح ايش اللي قاعد يشوفه، فانا قاعد اقسم الفيديو الى فريمز وبعدين ادخلها على الايمج كابشنينج موديل هذه، واذا كان في صوت راح ادخلها على الويسبر، وفي الاخير بيصير عندنا تكست. تمام، هذه الامثله اللي عندنا اياها. طيب خلينا نبدا بشغلتين، كيف سويت الابلكيشن كامله. اليو اي او الانترفيس استخدمت جريديو بسيط جدا جدا جدا، حرفيا هذا الكود اللي تحتاجه عشان تسوي الانترفيس اللي تحت الموجود. عندهم امثله كثيره فكان سهل جدا، اليو اي بسيط، فقاعد يقول الانبوت هو ايمجز والاوتبوت ايمجز. انا عندي الانبوت ايمج تكست فيديو اوديو، فانا كتبت نفس هذه بس حطيت الانبوت ايمج تكست اوديو فيديو والاوتبوت تكست فقط، فهذه الاوتبوت تكست ذاتس ات. بشكل عام دائما لما نبني اي تطبيق فيه تشات جي بي تي، في البدايه بدل ما نكتب اي كود، بدون ما تكتب اي كود نهائيا، خلينا نجرب نسويها مانيولي، يعني نيجي نسال تشات جي بي تي بدون ما نكتب كود. فخلنا نقول مثلا عندنا صور وراح نشرح الصوره، فمثلا انا راح اقول طيب انا حاب استخدم تشات جي بي تي، فانا اللي راح اسويه راح احط برومبت، راح اقول له اني انا راح اعطيك معلومات صور اوديو تكست فيديو، وخلالها لازم تصنف او تقسم حسب الرولز، وهذه الرولز، فعندنا تقريبا 11 حاله، سمبل كار اكسيدنت، كريتيكال كار اكسيدنت، كرايم، فاير. طيب فراح اقول له I want you to act as a 911 operator that understands Arabic. I will give you text, audio, video, إلى آخره. وبعدين هذا الانبوت حق اليوزر، فراح أكتب مثلا سيارة قاعدة تنحرق، وهذه الكيسز أنا سويت كوبي بيست لكل الامرجنسيز، simple car accident, critical car accident, إلى آخره. Run. فالمفروض أيوه emergency class, fire, explanation Arabic, حريق. مو مهم الاكسبلانيشن، اهم شيء الكلاس جابه صح. تمام، فاوكي الان نحن سوينا تيستينج، فعارفين انه لو دخلنا المعلومات السليمه راح يطلع لنا كلاس صح، فبس باقي ناخذ هذه ندور على اول كيرلي بريس وثاني كيرلي بريس ونجيب الريزلت وخلاص. This is JSON. الان لازم طريقه انه نأتمتها كلها نحطها في الكود، فانا ايش سويت؟ استخدمت جريديو عشان اليو اي، ولما نرفع الصور او الفيديو او الاوديو او التكست كلها راح تنحفظ. فاذا شايفين هذا الكود، فاذا انتم شايفين هذه كل راح يسوي نيو فولدر، كل مستخدم بيرفع صوره او فيديو راح يسوي فولدر جديد وراح يحط فيه كل المعلومات. فهاي مثلا في شخص رفع هاي الصوره، بس هاي هي الصوره وهاي راح تدخل على المودلز. طيب بعدها راح نستخدم جي بي تي اندكس او لاما اندكس، هذا المشروع لاما اندكس. لاما اندكس باختصار بدل ما
لازم نقعد نسوي كوبي وبيست من الملفات ونحطها في شات جي بي تي، لا هو راح نعطيه اسماء الفايلز وهو راح يجمعهم ويحطهم جوا شات جي بي تي. فهذا اللي نحب السبب اللي استخدمته. عنده image parser، عنده video audio parser، image captioning parser. ما كان عندهم كان عندهم whisper اللي هو speech to text، بس ما كان عندهم image captioning. image captioning هو اللي يشرح لك إيش الموجود في الصورة. فاللي أنا سويته I added some code ورفعتها، فاللي موجود أتوقع فصاحب المشروع he accepted it. هذا الكود اللي أضفته عشان يضيف الإيمج كابشنينج اللي هو يصف الصورة. فأهم جزء في الكود هو اللي تحت اللي هو تشغيل الموديل. راح نشوف ندخل الصورة process generate decode وفي الأخير راح يطلع لنا تكست. فهذا التكست راح نطلعه وزي ما أنتم شايفين في الأخير كل شيء راح يتحول إلى تكست. فراح نسوي نفس الشغلة في الفيديو بس راح نقسمها إلى frames، والاوديو راح نطل راح نستخدم ويسبر عشان سبيتش تو تكست، وننزل في الاخير راح يصير عندنا تكست كونتنت حق التكست والايمج كونتنت حق الايمج والاوديو كونتنت. هنا البرومبت راح ندخل التكست جوا البرومبت. تتذكروا قبل شوي ايش سوينا؟ حطينا الانبوت حق المستخدم، هذا اليوزر انبوت. فحنا الان راح ندخل اليوزر انبوت وراح يصير عندنا برومبت واحده كبيره وطويله. هاي البرومبت كلها راح نحطها في الاوبن اي اي تشات كومبليشن، يعني راح ننادي تشات جي بي تي. تمام، فبعد ما نشغل جي بي تي 4 وراح يرجع لنا نص، راح يرجع لنا نص. فزي ما قلت لازم نلاقي الكيرلي بريسز عشان نسوي بارس، نلاقي البدايه والنهايه. لازم ندور على البدايه تبعت الكيرلي بريسز ونهايتها. راح يصير عندنا الحالة، هذه هي الحالة اللي هي fire. من الحالة لازم ندور، من الحالة نترجمها للعربي، في نفس الوقت الحريقة نشوف إيش الجهات المسؤولة عن الحريقة. فالموضوع بسيط، لو حابين نشوف مرة ثانية زي ما قلنا كل input راح نرفعه، بعدين حسب نوع الانبوت إذا صوت ولا فيديو ولا audio ولا image نعالجها بطريقة معينة، وهذه الرولز اللي هي الجيسون. كمان نقطة أنا حاب أضيفها اللي هو الإيمج كابشنينج موديل، إذا طلعت معلومات غير دقيقة راح يغلط شات جي بي تي وراح نطلع في الأخير جواب غلط. فهل في طريقة نزيد الدقة؟ في طريقة نزيد الدقة، يعني شات جي بي تي نوع من اللارج لانجويج مودلز، لو استخدمنا بينها وبين الإيمج كابشنينج بيكون عنده دقة أحسن. وفعلا في شغله اسمها ميني جي بي تي 4، وميني جي بي تي 4 راح تدمج بينهم وهي اوبن سورس، وجربت اشغلها بس للاسف الشديد الريزلت سيئه. فهي نفس شات جي بي تي بس ممكن حتى تحط صوره وراح يفهم الصوره وبس. يعطيكم العافيه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ونراكم لاحقا. الى اللقاء.